قررت قرار من يوم ورايح، اي شيء يزعجني، اي شيء احس انه خطه تدار على شخصيه فرح وعقيد طبعا راح اتكلمها علنا. عقيل الرئيسي يتهم والدة زوجته فرح الهادي وشقيقتها شوق باللجوء إلى السحر الأسود لإنهاء علاقتهما. كلم الساحر الأكبر أنه هو كله بالماجيكال ما شاء الله، يعني ستايل على بالهم نتحول فامباير. اللي حاب أقوله ما يصح إلا صحيح، وبالنهاية ترى الكاميرات التقطت وايد أشياء وعندي دلائل وأنا أقدر أشتكي، لكن صاين بس الاسم لا أكثر ولا أقل. آثار الفنان الكويتي عقيل الرئيسي ضجة عارمة بين أوساط متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهامه والدة زوجته فرح الهادي وشقيقتها النجمة شوق الهادي باللجوء إلى السحر الأسود والشعوذة بغية التأثير على حياتهما الخاصة بهدف إنهاء علاقتهما والاستيلاء على ممتلكاتهما، وذلك في سلسلة منشورات مبطنة سرد فيها ممارسات شقيقة زوجته ووالدتها دون أن يسميهما، ملمحا إلى أنهما المقصودتان بالإشارة إلى تبدل حال زوجته وتدهور حالتها الصحية ومعاناتها من تداعيات انسحاب الكورتيزون من جسمها خلال الأشهر القليلة الماضية. وأنا عندي أدلة وأنا أقدر أن أنا أرفع قضية، لكن ما زلت محترم شوية العيش والملح، مع أن يعني السنة اللي فاتت صار فينا الهوائل صار أصلا مرض نادر فرح، يعني الحمد لله تعالجت بالقرآن. وقد أشار الممثل في تدويناته إلى أن شوق كانت تتملكها الغيرة من النجاح الذي تحققه فرح على الصعيد الشخصي والمهني، موضحا أن والدة النجمتان الشهيرتان دعمت الأولى على حساب الثانية طمعا في ممتلكات ابنتها البكر ورغبة منها في الاستحواذ على منزلها الخاص. وقد سعت الاثنتان للسحر بعد فشلهما في التحكم بزوجته، وعن كيفية معرفته بممارسات عائلة زوجته ومحاولتهما الحثيثة في تدمير علاقتهما قال بأن الله كشف المستور لفرح في رؤية صادقة.